السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مرحبا، يا رب تكونوا بخير. اليوم الصبح فقت على كمية هائلة من البوستات والنوتيفيكيشنز وهيك. حقيقة كان في تعليقات كتير 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 لطيفة ومهضومة، وكان في ناس حسيتها زعلت شوي، فحبيت اعمل فيديو كتير قصير وضح فيه كم شغلة. البوست اللي انتشر هو بوست تم اقتطاعه من مقابلة كانت مدة تصويرها 3 ساعات، فبالاخير هن 17 ثانية اللي لازم يطلعوا، 17 دقيقة عفوا اللي لازم يطلعوا على البث. فطبيعي انه يتم اقتطاع كتير اشياء. انا بهاي المقابلة حكيت عن الفن، حكيت عن السفر، عن العلاقات، عن الحب، عن الزواج، عن طريقة التعبير والتعاطي مع زوج بسوريا، عن باقي البلاد. انا ما عم بحكي تحديدا عن مصر، عم بحكي بس عن سوريا. كانت هلأ حكيت عن الرجال والنساء بالتوازي، بس اللي انتشر هو الشيء اللي خصه بالرجال، مع انه قدامه تماما كان في البوست اللي خصه بالنساء. فمن سنتين حقيقة أنا وصلت على مصر، من سنتين وصلت كنت كتير تعبانة إنسانيا، كنت بمكان ما كتير لطيف بحياتي. مصر احتضنتني وعطتني رفقات وعيلة وأهل، وحقيقة أنه يعني الله رزقني بكمية من الناس الطيبين والجدعان، كانوا كتير كبار سواء بالشغل سواء بالصداقة. يعني كان عندي مثل عيلة، صار عندي عيلة حقيقية حلوة كتير بمصر. خففت علي الغربة كتير، وبمصر فعلا حسيت بغربة أقل. فبشكل عام بحس دايما أنه في دايما بالمقابلات بينحكى كتير عن أشياء سلبية، دايما بنحكي عن الأشياء السلبية بالمجتمع. يمكن بالحديث بهي المقابلة كنت عم حب سلط الضوء على شيء إيجابي أكتر، يمكن حكيت بطريقة بلهجة بطريقة مختلفة. فاللي بدي أقوله بس أنه بكل مجتمع مثل سوريا، مثل فرنسا، مثل أرمينيا، بكل بلد بالدنيا، وأكيد مثل مصر اللي هي بلد كتير كبير، في ناس كتير منيحة وفي ناس السيئة أكيد، في ناس مظلومة وفي ناس ظالمة أكيد. وأكيد الشيء الأكيد منه أنه مثل ما تعرفت على شيء إيجابي كتير بالرجال اللي انحظيت فيهم حوالي، واللي قلت أنه ما نون بعلاقة، أنا كنت عم بحكي عن الشغل، كنت عم بحكي حتى عن السائقين، عم بحكي عن البائعين اللي هنن الكلمة الطيبة دايما بيقدروا قيمتها. نفس الوقت كان في كمية هائلة من النساء بحياتي من قبل ما أوصل على مصر، هن علموني كتير عن الاستقلالية والقوة والدعم، وكان في جدعنة كتير كبيرة منهم دايما. ما في مرة تعبت غير ما ستات مصر ورفقاتي من المصريات هن اللي وقفوا معي. إذا أي حدا حس بإساءة أنا بأسف على هذا الشيء، ما كان مقصود أبدا. حسيت أنه تعالوا نعمل لايف الأسبوع هذا نحكي شوي عن اختلاف اللهجات وحوار أكتر، وضلوا بخير.